وكي نقراو ايضا السيره نغرض السيره مثلا عمر بن عبد العزيز قرنا شي ونواس يسد غرسي والوالي يشعل حتى الشمعة غادي الوقت اللي ماشي تريسيتي يشعل حتى الشمعة من بيت المال من بعد غران لوردر دو جور خدمنا شو خدمان اسمي فوكان الخدمه من بعد إنا يستورا كيسقسي في يمانيس الامور الخاصه يسقسي حتى الشمعة يشعل ثايض إنا ساشيمي أين إنا ياسمين تسمسلي في الأمور للأمة الأمة ذينا تشعل الشمعة من بيت المال تشمعة إنا يستورا مادام في الأمور الخاصة أسقسي حتى الشمعة من بيت المال من الأمة وتشعل حتى الشمعة ونكيني ينو الخاصة طبعا يعني هناك شواهد لا تعد ولا تحصى في صفحات هؤلاء العظماء هي في الحق صفحات مشرقة صفحات مضيئة جدا وهي تطبيق عملي لهذه المعاني متاع الزهد والورع والقناعة إلى آخره طيب وكذلك يتركون متاع الدنيا خطرهم يعلمون بأن الدنيا زائلة الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر يعني يمكن إنك اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها بقدر المقام بقدر الإقامة واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها خطر الدنيا مهما طالت فهي قصيرة وهي أقصر من أن نقصرها تمشطوح 10 60 سنة 70 سنة 80 سنة 100 سنة مزيف ولكن الآخرة تنسي الله في إترنال الحياة الأبدية بلا حدود إلى قصر خدم إلى خرف أين يستهل وين نعيش ذكس ونعمل لله واعمل لله بقدر حاجتك إليه ربي سبحانه إلى قصر نخدم أكنث نحواج خطر نساء وريح وجرى